صباح الخير طبيب. صباح النور. هذه ثاني مرة راح نديروا معك لا فيديو، ودائما نهضروا على التلقيحات. مرحبا. بعد ما حكينا على التلقيح ضد انفلونزا، اليوم رايحين نهضروا ان شاء الله على التلقيح ضد فيروس كورونا كوفيد 19. كما تعرفوا طبيب اللي معايا دكتور بوريشا هو المسؤول والمنسق في المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بزيرالدا، وحدة زيرالدا. صباح الخير طبيب، اليوم راح نطرح لك الأسئلة اللي طرحوها علينا المتابعين، واللي راهي يعني حديث تاع لي ريزو سوسيو كيما رانا نشوفو سواء في الفيسبوك ولا في دي ريزو سوسيو واحد اخرين. ملي بدات الحملة، ملي بدينا في مارس الحملة تاع التلقيح، كثرت الأقاويل، كثروا التخوفات، كل واحد وش يحكي. راح نحاولوا ان شاء الله اليوم نتقاسموا معاهم واش نعرفوا كمعلومات. ان شاء الله نحاولوا انه نخفوا والناس تتقدم للتلقيح بصفه اكبر اكثر من اللي كانت. اول حاجه نحكيوا فيها وشنو هو تلقيح ضد كوفيد 19. تلقيح ضد كوفيد 19 هو تلقيح لتحفيز المناعه في جسم الانسان باش كيكون زعما هناك اصابه تاع الفيروس، جسم الانسان يكون مستعد، يكون واجد لحمايه هذا الانسان. وشنو هو الفرق بين لي فاكسين اللي متواجدين؟ نسمع بزاف سبوتنيك، استرازينيكا، سينوفاك، وشنو هو الفرق بين لي فاكسين كاينين؟ الفرق هو ما عندهمش فرق يعني في الفان يعني في المتاع. الفرق في الصنع، في الصناعه. واحد الاربعه اللي راهم عندنا في الجزائر كلهم عندهم مبدا واحد، هو في اللقاح هذاك موجود فيروس هذا اللي اناكتيف، نحيو له ان كود من المبران تاعو ويولي ماهوش قادر يدير انفيكسيون، ما يديرش انفيكسيون. يعني حنا نقولوا فيروس مور ولا تويي، ولا هذا الفيروس هذا يعطيه الجسم الانسان، جسم الانسان كي يدخل له ان كور ايترونجي يحوس يدافع ويحوس يدير مضادات، يتفاعل معاه ويدير مضادات. هذا هو ما كاينش اختلاف. كاين بعض لي فاكسان اللي راهم في اوروبا ولا في الخارج، هذوك يستعملوا طريقه اخرى. كاينه الطريقه الاولى هي طريقه تاع تحفيز المناعه الطبيعيه، وكاين تحفيز المناعه الاصطناعيه. تحفيز المناعه الاصطناعيه تم بهذوك بفايزر وموديرنا وجونسون جونسون، وهذو يستعملوا طريقه اخرى، هو يستعملوا ار ان كروموزوم واحد اخر باش يقدروا يوصلوا لابروتين اس. هذه لابروتين اس هي اللي تولد المناعه. وكاين ثاني اختلاف ثاني نقدروا نحكيو عليه، انه سيرتان فاكسان يختلفوا في الاعمار. كاين اللي نقدروا نديروا هذيك صح عندنا فار اكزومبل كيما لاسترازينيكا، الوزاره ولا اللجنه الهيئه المشرفه على التتبع والاخر تاع الكوفيد هنا في الجزائر على مستوى وزاره الصحه ارتعت الى ان تجعل هذا لاسترازينيكا يندار من فوق 50 سنة. علاه داروا فوق 50 سنة؟ لأن الأبحاث واش لي بوبليكاسيون اللي راهم طايرين على لا فاكسيناسيون في لو مونت انتي، لي بروفيسور راهي دير لي زوبسيرفاسيون تاعها وكلش، حطوا باللي كانوا بعض الأعراض عند لي جون ظهروا بعد ما داروا الفاكسين هذا. حنا بور ايفيتي هذوك الأعراض اللي صاروا في العالم، اللي صاروا عندنا في الجزائر، حنا درنا حافظنا على 100% من هذا الفاكسان باش ما يدير حتى مشكله لواحد اخرين. لقينا فوق 50 سنه ما دار حتى مشكله. فوالا لذلك عطاو الامر باللي فوق 50 سنه استرازينيكا يندار في الجزائر. فوالا. وكاين ثاني اختلاف انه كاين تلقيحات يختلفوا، هذه تاع 5% ولا في المناعه المكتسبه. ايه هذه باش عطات لهم باش لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي ادوني سون اكور اي سا صار لابروباسيون باش الفاكسين هذا يسيركيلي ويندار في العالم.
parmi les choses, ان هذا الفاكسان هذا اللي صنع هذا الفاكسان يحط ضمانات، والضمانات يدخل فيها ان هذا الفاكسان كي نديروه الانسان كونتر هذا المرض يعطينا نقولوا 70% 77% 80%، لازم يحطها ويدير لها. كاين بزاف اللي يقول لك انا الفاكسان ما قعدش مده طويله باش خرج، يعني جا الكوفيد في فبراير 2020، الفاكسان ظهر في مارس 2021 بداو يفاكسينيو، دونك حنا عندنا في مارس، مي عند الاخرين كان اقل. دونك على هذيك يقول لك باللي الفاكسان ما عندوش مده كبيره انا نخوف منه، تصدي ما داروش اون اكسبيريمونطاسيون مده طويله، لكن لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي عندها ان دوسي، ان دوسي هذا الفاكسان سياوه على عدد كبير من الناس، حتى لو كان ماهوش عدد كبير بزاف، بين عده الاف من الناس، وهذا يعطى لهم نتيجه مرضيه مده نقولوا نسبه 75% 66%. على الاقل على بالنا بلي يحمي لورغانيزاسيون مونديال دون لورجونس، باسكو العالم كامل شفتي واش صار في الهند، شفتي واش صار في الطليان، شفتي واش صار في الغوي، دوك موتى بزاف دون لورجونس، ما عندكش سلاح قاوم به هذا المرض الفتاك، واش داروا؟ ايزو اكسبتي وراهم يتابعوا في هذا الفاكسان، الفاكسان هذا يظهر عدم النجاعه تاعو ولا يضر الناس ولا غدو يتحبس. باسكو مازال لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي تتبع الاخرين، حتى لو كان عندها ان دوسي بلي هذا ما يضرش بصح راه يتبع فيه. وحنا جوست كان مانتونو نهضر غير على المقاطعه اللي رانا فيها حنايا، رانا دايرين تقريبا فايت 17000 ولا 18000 فاكسيني في مقاطعه زيارتنا، انا شفنا بلي ما عندناش اعراض كبيره، يعني ما عندناش حاجه اللي توصل للخطر، يعني ما عندناش واحد زعما نقولوا وصل حتى الريانيماسيون ولا لاخر. دونك حنا في العينه الصغيره تاعنا تاع مقاطعه الزراعه انا شايفين بلي عنده نجاعه. دونك هذه العينه الصغيره لازم تكون في الوطن وتكون في العالم ولا باش الناس تقول بلي عنده نجاعه. ومن هذا المنظر نقدروا نقولوا بلي الناس اللي راهي تقول التلقيح ماشي امن نحيو هذه الفكره. لا فكره هذا فيسبوكيه، يعني فكره تاع امور الناس تجيب اخبار هكا، واحد يقول لك تموت، واحد يقول لك كذا، واحد كذا، امور هذه خليهم يتحثوا. انا اللي تغيدني لو كان يداولها طبيب، كي يداولها طبيب تغيدني، باسكو علاش طبيب؟ نورمالمون يعرف على بالو بلي الامر هذا اي فاكسان ولا هذو لي فاكسان عيانين، دوك لي فاكسان كاع اللي يديرهم انسان من شهر تاع الزياده تاعو حتى لست سنين هذو كاع يكونوا غير امنين. دونك ماهيش الاخرين، ونعرفوا بلي احنا هذا الفاكسان اللي راهو الاخر يشبه الفاكسان تاع الدراري الصغار اللي يديروه، نفس البرانسيب نفس الامر يعني. فوالا، وما عندناش حل واحد اخر باش نقاو. ما عندناش سلاح اخر، سلاح اخر اللي توقف امام السلاح صح، عندنا البروتوكول هذاك الصحي وحدك يعزل روحو عن الناس ايتو، بصح لو كان نقعدو غير في ديالنا نغرقو على روحنا الامور ما تمشيش. دونك لازم علينا، لازم هاكي شفتي، انا شفت لاكوب دي موند هذيك لقيت الناس قاعد تسالم في السطاد. علاه تسالموا في السطاد؟ باسكو كاع مفاكسينين، مام لو كان يمرض ما يروحش بعيد، تصدي يمرض يشرب الدواء تاعو. الانسان يكون معاك هو داير التلقيح مع انسان داير التلقيح على بالو بلي راهو محميين. راهو محميين. واش نقدروا ثاني نقولوا على لم يحكيو على الاخطار اللي يديرها التلقيح؟ لا لا هذه غير علميه، يعني غير فوندي نون فوندي، لانها الناس اللي راهم يحكيو عليها اولا ما عندهم حتى علاقه، حتى ولو كان يظهر لهم طبيب فلاني ولا طبيب فلاني ويدير الاعشاب ويدير الاخر، هذا مجرد اراء وتخمينات الناس متهيئ لها، قرات زوج كلمات منا وقرات زوج كلمات منا وتجي دير مشاكل. باغ اكزومبل هضروا على العقم، ونعرفوا الفاكسه ما عنده حتى علاقه مع العقم، ما راهوش كروموزوم اللي تخاف عليه اللي يمكن يقدر يدير لك مشكل ولا، هضروا على من شعف من على عامين تموت، دونك واحد هضروا على بيس، هضروا على امور مختلفه، وهذا ما عندها حتى والله. في بعض الاحيان كيكون نقرا في واحد الامور نقول بلي راني في السيونس سيونس هذيك كيفاش يقولوا الخياليه هذيك، راني في خصوصا كي نسمعوا باللي تندار اون بوس باش يجس. ايه بوس بوس صح. شوف احنا من لا انا ضد التطور العلمي يعني في العالم،
يقدروا يوصلوا يديروا داروا بيسباركو في حيوانات باش يتبعوا عاوي باش يتبحروا البوكس بصح سي دي بيس كبار يعني ماشي فاكسان سي دي بيس يديرها هكاك يغرسها في الجلد تاع حيوان البقر تاعهم كيما في امريكا ولا داروها تاع فيس بصح سي دي بيس ماشي يقول لك ميكروسكوبيك والدنيا وكلش شنو سونس فيكسيون لا سونس فيكسيون لي بيس توجور تيتحسوا كيما لا بيس هرمونال اللي دير لهم لا جينيكولوج فوالا باش تحمي من فوالا فوالا نو سي دي بيس هذيك ويتبع بصح وتبع امراض هذاك الانسان التحولات تاعو التطور تاعو بصح حتى يدير لك بيس باش كيما قال واحد يحكي دوخني انا قال لك وما قاعدين هيك مصافي ليت ينوضك يقعدك يخرجك يمشي نرجعو في الروبوات عندهم نو سي فو سي فو كي نديرو مقارنة بين الأخطار تاع التلقيح والأخطار تاع الكوفيد؟ بيسير الكوفيد أعلى من الأخطار تاع التلقيح. سورتو أون سمون. نتايا حتى ولو كان دير التلقيح تقدر تمرض، نقولو تمرض ولا تكون في بيت وين تكون هذيك الأيامات اللي درت فيها التلقيح مع الفيروس هذايا أتيني اللي يدخل عندك الجسم والجسم قاعد يتفاعل يتلهى به يتفاعل معاه ويكون عندك واحد عنده كوفيد في الدار يقيس كوفيد وتمرض كوفيد. هاك داير فيروس هاك داير فاكسان يعني راه الجسم تاعك تفاعل مليح ويقدر يحميك حتى ولو كان تمرض ما تمرضش تاخذش خطر بصح انا شفنا جست علينا الموجه الثالثه الناس راهم يديروا قرعه تاع الاكسجين في الدار اسمح لي ووصلناهم الى حد ولات فوضى يعني حتى ما الانسان يحوس على الاكسجين يجيو لي لهنايا في العياده واحد يقول لك اعطيني قرعه واحد يعطيني الاخر وصلت الانسان كبيره بزاف مشكله كبيره بزاف انت هي توصل الناس وبعد الكوفيد حتى ضعف عاونيك تبر بالكوفيد وتوصل به الى اخطر مده يعني توصل للكوما نقولوا كسلك وكلش كاين اعراض بعد الكوفيد اللي راهم الان مساكنهم يسافروا بها راهم يديروا الدياليز راهم وصلوا حتى اللفطة تاع العينين وصلوا الدماغ وصلوا القلب امراض قلبيه هذيك الجلطات الناس وقعت لهم جلطات في الجلد تاعهم عندهم ترومبوس في لي بيت كلشي وصلت كبيره يعني ولذلك الحل الوحيد ما عنديش عندي سلاح للحل التلقيح هو التلقيح طبيب شكون هما الاشخاص المعنيين بالتلقيح كل الاشخاص معنيين كل الاشخاص احنا عندنا دي فاكسان اللي راهم من 18 سنة إلى ما إلى آخر العام من الفوق إلا أسترازينيكا اللي يبدا من 50 سنة للفوق والآخرين 18 سنة كاع التلقيح اللي عندنا 18 سنة حنا فيما يخص الأطفال يمكن تقدر السؤال اللي ما راهي على أكيد تخمي لي على الأطفال الأطفال حنا راهي بصدد الدراسة على مستوى اللجنة قلت لك وزارة الصحة هم يدرسوا في الامر لان في الموجه الثالثه بينت لنا باللي هذا المتحور هذا لو دلتا هذا يتوشي الاطفال يتوشي بزاف الاطفال باش بكري كنا ندخلوا دون ان سيرفيس دوسبيتاليزاسيون تاع كوفيد نلقاو فيه من 50 للفوق دوكا راهم اطفال بنسبه كبيره هاي ليك سيرفيس دو بيدياتري معمر ميم دي نوفوني يعني كاين ناس زادوا حتى الاطفال الصغار تاع شهر وشهرين وثلاث شهور وراهم يتقاسوا وكي يمرضوا الصغير حتى لو كان ما عندوش خطر عليه بزاف بصح خطر على الناس اللي يجي يبوسوه اللي يجي يضروا به اللي يجي يحوسوا هذوك الكبار العجايز اللي ما عندوش نعرفوا رايحين يتبانوا معنا دونك راه بصدد يعني التحضير الى فاكسان تاع الاطفال من 12 سنه حتى 18 سنه ان شاء الله شفتوا مع الدخله تاع دخول المدرسه خاصه باسكو الدخول المدرسي راح يجيب لنا اختلاط كثير يعني ومن هذا المنبر ندعيو الاولياء اذا بداو التلقيح ينحوا التخوف لانه باش الاطفال هادو يروحوا يقراو وباش ما يخافوش عليهم قولوا ولادكم كيف كيف كنتوا ديروا لهم البوليو وديروا لهم هو نفس الشيء الاخر نفس الشيء المام هذا ضد هذاك المرض الله عرفه ان شاء الله ان شاء الله ما يكونش تخوف من الاولياء ويتقدموا كي نبداو التلقيح كاين سؤال يتقدموا به الناس كي يجوا يقول لكم شنو هو التلقيح المليح ما كاش هو هادو لي فاكسان بيسك عندهم اعتماد من عند المنظمة العالمية للصحة إذا كله واجب أي فاكسان جيت واجب موجود متوفر هذاك مليح كما نقولوا هما كاع يمدوا في خانة واحدة يصبوا كاع في مكان واحد هو
حماية الإنسان من خطر الكوفيد كيكون عدوى. هذا هو، هذاك مليح هذاك مليح. تقول الدكتور تقول لي شكون الآخر؟ حنايا لاحظنا بزاف باللي كي جا سبوتنيك الناس دارت السبوتنيك، كي جا لاسترازينيكا الناس دارت لازينيكا، ودوك راهو سينوفاك راهو دايرين سينوفاك. هذه هي يعني على الدور الموجة كل ما يحبوا. المهم والخلاصة العامة انه الانسان واش صاب تلقيح يديرو احسن. كاين الناس اللي تقول لك اسكو لازم ندير تيست قبل ما ندير الفاكسان؟ لا، حنا عندنا تعليمه من وزاره الصحه تقول باللي لا، ما نطلبوش تيست قبل الفاكسان. يعني ما نطلبش التيست على جال الفاكسان. دوك تخليها للطبيب اللي يشوفك يكزامينيك يهضر معاك يقصر معاك يطلب منك واحد الاسئله وانت تجاوبيه. اذا كان حس باللي انت راكي درتي ولا كي حديري ولا راكي بصدد راكي دايره الكوفيد، هو راح يطلب منك تيست باش يكون سير قبل ما يدير لك الفاكسان. هذه هي، خليها لا كونسلتاسيون بري فاكسينال. هذيك لا كونسلتاسيون بري فاكسينال هي اللي تحدد اسكي يدير لك الاخر واش من الاخر. باسكو نشوف انايا الناس طرح وحده طرح دير سينو دير سيرولوجي، طرح وحده انا راح ندير فاكسان اصلا ندير سيرولوجي ورا نو جو لقيت فينيو بالك سيرولوجي يعني نيجاتيف. لو كان هذاك النهار دار لك تيست اونتيجينيك ولا دار لك بي سي ار ديريكتومون بالك راكي بوزيتيف، صافي با ديك تلقاي نيجاتيف. وهذا هو الصار في دول اخرى ما نجبدش اسماوتها اجنبيه، كانت دير اوبليغاسيون تاع سيرولوجي قبل ما دير فاكسان. كي دارت لقات باللي هي خطا يجيبوها دي ريزلتا كي توصل تما يبانو دي ريزلتا فوس. باسكو هذاك اللي داروا راح لحد البارح هو اونتخ البارح واليوم ديجا كي دخل لابوراتوار يمكن يدا الفيروس ينحي الدم تاعو يخرج بوزيتيف، هو دا الفيروس تما وقام داك يولي بوزيتيف. فهمت دوك على هذه باش ما ندخلوش في متاهات، وخاصة الناس اللي عندهم بزاف شكوك يعني مرض بالوسواس ولا يقعد في الوسواس ما يدير الفاكسان ما يدير الاخر، يقعد غير يقول انا بالك عندي نو. اقطع الاخر باليقين، الشك باليقين، انك خلي الطبيب نوصل عنده نحكي له كي نكون نهضر معاه. بالك يطلب مني ولا اني نسعد، يطلب مني ولا اني عندي الحمى تجيني غير في الليل، يطلب مني ولا عندي كاش عرض من اعراض لهذا الجدد اللي هم جايين. باسكو دركا او يختلف كيما كيما هذا الدلتا راهم يتكلموا بزاف عند الشباب، هو سطر تاع صدر، واحد يكون عنده ان بوان في صدره ان بوان ما يقدرش يجيب له تسر منين ما عندوش الاخر، هذاك لو بوان يقدر راح يدير سيرولوجي يلقى بوزيتيف. اكزاكتومون، كاين من الناس اللي صابوا فشله في الرجلين ما كانش اعراض وحده اخرى، سي تافيغي ابخي باللي الناس هذو كانوا مصابين بالكوفيد. بالكوفيد فوالا تخي بيان. طبيب السؤال اللي بعده يقول كي ندير التلقيح ما زلتش ناخذ التدابير الوقائيه تاعي؟ لا شامي التلقيح ما يمنعكش باش الفيروس يدخل، التلقيح يعطيك مناعه الجسم تاعك اون كون يكون الفيروس. التلقيح ما يخليكش دير واش تحب، يعني تروح تدخل لاخر تكسر تحل بلا بافي تروح العراس تروح لاخر نو جربيها مينيمو. التلقيح يقول لك باللي او يدير لك شوف نسيو نبسطو شويه العمليه باش الناس تفهمها كل واحد. جسم انسان كيدخل له كور ايترونجي كيل كو سوا جسم غريب يدخل جسم الانسان، الجسم يوجد روحه يبعث دي سيلول، هذا من قدرة ربي سبحانه وتعالى يبعث دي سيلول. هذوك لي سيلول يحوسوا يفهموا هذاك السي هذا صاحب ولا عدو، هذا ايه ضار ولا نافع، النافع راه يستفاد منه، والضار يوجد له عنده دي سيلول ميموار دي سيلول كي فاغوسيت يعني يبلعوا هذاك الشيء، وعندهم دي سيلول ميموار يديروا قالب لهذاك الفيروس ولا لهذاك الجسم، يديروا له قالب ويجبدوا روحهم ويريحوا اون ميموار. كي دير لا كونسوليداسيون دير لا دوزيام يصدموا تنجح العمليه تما وين تولي عندك المناعه يعني جسميه مليحه. اذا درت التروازيام تقدر تكون مليحه اكثر منها، بصح كل ما يدخل كل ما انسان الجسم يكتسب مناعه اكبر. هذا هو البرانسيب تاع الفاكسان. دونك اي فاكسان يدخل جسم الانسان، جسم الانسان هذا يديرو اون ميموار يدير اون سيلول ميموار ويعسو غدوة ما غدوة يدخل لو فري فيروس يقاوم به تمتم.
ويكون معاه تمتم حتى ولو كان يقول لك لا درت الفاكسون ومرض مليح مليح كي تمرض كي في هذيك ساعه ولا ساعتين حب يقول جسم الانسان قام تفاعل اكثر من واحد اخر جسم الانسان بالك ما تفاعلش معاه بزاف. واش اسكو جرعه واحده تكفيك لا غير ممكن جرعه واحده كاين بزاف اللي يجيو لينا يقول لك لا يعطيني كارطا ديال جرعه واحده باسكو انا شفت الخارج شفت الخارج حتى والخارج داروا قرعه قرعه واحده حتى والخارج داروا انسل فاكسان الخارج كما يقول لي في واحد الفاكسان واحد اخر نحكوا عليه ديالك مع سارجينيكا في بعض البلدان الاوروبيه طلبوا من المصنع يدير لهم الجرعتين في الجرعه واحده واستعملوا واحده هذا 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 امور ماديه ماديه باش يشري دو فاكسان سقام لوطون يشري انسل فاكسان سقام لوطون هذا ماديا وحابين يختصروا الوقت الناس حبت تمتم تفاكسيني كاع لا بوبيلاسيون تاعها داروا هذا الشيء باسكو علاش سي لورجونس كي دوموند سا سي لورجونس كي دوموند سا دونك حنا عندنا لا ريبونس كلاسيك تاع الجسم الانسان عندك فاكسان يتعرف عليه مع الاول ويدير له القالب تاعو دوزيام فاكسان كونسوليدي تري بيان هذاك هو الصح لكن فيه هناك تروازيام فاكسان الامور هاي تدرس على مستوى وزاره الصحه اذا كان بالك يمكن الكبار اللي تروح لهم المناعه تمتم يدير فاكسان ويزيد يدير دوزيام فاكسان هو اللي ينقص له تنقص مده شهر الى ثلاث شهور تنقص فيها المناعه باش يعاود يطلعوا له المناعه تاعو يديروا له الفاكسان هذه راهي يدرسوا فيها في الوزاره في الاخير نحكوا على المناعه الجماعيه المناعة الجماعية حاجة مليحة حنا حابين نوصل آخر مرة سمعنا السلطات العليا للدولة تتكلم على 70% وهذا مليحة إذا فت 50% المناعة يعني دوكا دوكا اكتيال واحد الفيروس هذا يعطي 12 لواحد الأولاني كان يعطي 2.7 حاب يقول 3 3 يعني الانتقال تاعو واحد يمدو 3 كيكونوا في صالة كبيرة يمد لطرو لدو باسكو ما كاينش هذا شرع هذا السرعه تاع الانتشار تاعو كبيره واحد يمد له 12 اذا تخيلنا احنا قاعه كلها مفاكسينيه ولا نقولوا 70% مفاكسينيه واش قاعد يمد هذوك 30% يتمدوا بيناتهم لو خلي حتى لو كان يمد له او عنده مناعه ومحمي ما يخافش منه دوك اوتوماتيكمون الجماعيه هي كي تفوت زعما لو بورسونتاج بلوس دو 50-60% تكون عندهم مناعه مناعة هذا يلقى المناعة تاع الاخر الاخر المناعة تاع الاخر دونك ما عندوش الفيروس وين يدير الديكا وين ينتقل كثيرا ما ينتقلش يولي ينتقل حيز قصير نسبة الإصابة تنخفض ونسبة الوفيات عندها تنخفض تهبط نسبة الإصابة وحتى نسبة الأمراض تنقص ونزيد نقول لك أنا بمعلومات اللي قريتها في منشورات وزارة الصحة احنا في المستشفيات تاعنا عندنا 86% اوسبيتاليزي ما عندهمش ماشي دايرين فاكسان وي 86% حاب يقول 14% عندهم فاكسان يعني ملي في 86% 86% لقاو بلي تقريبا 14% يدخلوا ولا 15% يدخلوا الانعاش هذوك تاع 14% يدخلوا 2% انعاش دوك انت كي تحوس تقارن هاد المعطيات اللي عندنا وهاد الاحصائيات اللي عندنا قول انا 86% ما مش دايرين فاكسان و اوسبيتاليزي ايماجيني هادو دايرين فاكسان نسبة تنخفض 14% اوسبيتاليزي نسبة تنخفض يعني شفت تنقص تنقص بزاف النسبة وهذه هي مادام الجزائريين مهتمين خموا على مصلحة الجميع واحد ما يخمش على مصلحته هذه هي ولا تروح ليه يقول لك هذا فاكسان عيان وكلش وتلقاه انسان عادي يعني ماشي علميا يعني ولا ماهوش انسان ما كاش يتكلم في الامر هذا دوكا كل واحد مسؤول انا كنت تكلمت مع واحد الشباب خرجنا بالحافله هذيك ديال الفاكسان خرجنا درنا خير الاسبوع هذا اللي فات من أربعة سبتمبر حتى الان وحتى ال 17 سبتمبر رانا في حمام كومبان دو فاكسيناسيون حمله تلقيح وين وصلت حتى رحتوا للديار ايه وصلنا حتى دخلنا للديار انا لي زونديكابي انا دخلت للديار باسكو دي زونديكابي يعني وفرت وزاره الصحه وفرت وفرنا لهم كلش
كي نهضر مع هاد الشباب واحد يقول لي انايا ما نديرهاش، واحد يقول لي من على عامين، هذاك قال لي من على عامين نموت. قلت انت مسلم؟ قال لي ايه. قلت انت يجي لك واحد اي انسان ماشي تقول انت شواف، ما تدخلوش انت عراف، كيفاش تعرف بلي من على عامين نموت؟ قال لي هذه مدروسه، هذه مدروسه، هل انت عندك علميا انها مدروسه؟ خلينا هذا كلام باطل وفارغ ما عندوش صحه. اولا احنا مسلمين نؤمنوا بالقضاء والقدر، حاجه الاولى. ثانيا هذا راهي درك عالميا، لو كان كتبت على اخر راهي 2 مليار يكتب قريب 3 مليار، لاحقا 3 مليار في العالم داروا الفرصه. درك هادو صح يا سيدي، يقولوا هذا الفرصه جانا من الغرب وبعثوا هنا كيما ما يقولوا، جا بعثوا هنا من الغرب باش يقتلونا ولا يقتلوا ماليهم. سي لو ميم فاكس اللي راه في تركيا، سي لو ميم فاكس اللي راه في المانيا، لو ميم فاكس اللي راه في اسبانيا، اللي راه يقتلوا لي سيتوايان تاعهم. لا علميا في الاخير واش نقولوا له؟ الاخير نطلب من حنايا وزاره الصحه دارت هدف، وهذا الهدف لازم نوصلوا له مهما كان. حبينا نعاودوا نولوا المعيشه تاعنا القديمه يعني لازم نوصلوا له. حبينا نديروا نحضروا العرس تاع بنت اختي ولا بنت خويا ولا فاميلتي لازم نوصلوا له. حبينا نعودوا نروحوا المارشيات وما نديروش لي بافيت وما نخافوا الاحتكاك لازم نوصلوا له. الهدف تاعنا 70% من لا بوبولاسيون اللي قادره تفاكسيني تفاكسيني. اذا وصلنا 70% اون اورا تو كيما كنا بكري، ونعيشوا معاه كيما عايشين مع لا غريب. ما نقولوش ان الفيروس يروح، بالك ما يقدرش يروح ولا مازال ما وقته باش يروح، بصح لا غريب رانا كل عام نديروا لها فاكسان ونتهناو منه. ويمرض واحد الانسان يضرب تيزانه مع الفاكسان تاعي يولي مليح ولاباس بيه. هذا ما نخاف من خطورتها ان شاء الله. من هذا المنبر اي واحد مازال ما دارش تلقيح يتكل على ربي، راه كاين الحافلات، كاين المؤسسات، راهم حنا الجمعه والسبت راهم مفتوحين، لي سونتر تاعنا تاع الزيارات كلهم مفتوحين الجمعه والسبت. ورانا درنا لهم زدنا لهم مدرسه وزدنا لهم حافله ومركز ثقافي كلهم مفتوح حنا على مستوى الزيارات. غير يجي انسان، وانا قلت لهم من هذا المنبر ثاني نقول لهم، وصلت هضرت مع الجمعيات اللي حاكمين اللي يتبعوا اللي يضموا في الجمعيات تاعهم دي زونديكاب، يعني الناس اللي ما تقدرش تنتقل، ايه ذوي الحاجه ما تقدرش تنتقل، يعطونا لي ليستحم لادريس تاعهم، حنا نبعثوا لهم فريق يوصل للدار يفاكسينيهم بالخير وكاع وعاودي. يعني اكثر من هكذا ما كانش واش نقدروا نديروا، دوكا الامر راهو في يدي. شكرا طبيب، يعطيك الصحة على المعلومات اللي تقاسمتها معنا، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر. إن شاء الله.